سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير صحيحه؟ لاباس الامور عنيه معنيه، كلشي بخير. كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله. وانتم كتشاهدوا هذا الفلوق هذا، خرجت نتسخر في الحانوت هكا وبيجامتي ولابسه المونطو. المهم دزت المعرض، قلت نجيب شي حاجه ونضرب واحد الدويره، نحرك شويه رجلاتي وبديت لكم الفلوق ديالي من هنايا. مرحبا بيا عندكم ومرحبا بكم عندي في قناتي وقناتكم بدايات وفاء. وما تنسونيش باللي لايك ولي جيم وبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء. البرد يا اختي البرد، وهذا الشيء ما كاين. ودابا كاين عندهم مالين 3 دراهم، نوريكم شنو كاين. خليكم معايا ما تمشيو فيه يا البنات. كاينين السيرفيتات بحال هكا، هادو راه كنت خديتهم عند هذاك اللي عنده اللي داير بدرهم الصراحه. المهم كاينين هادو رطبين، هادو اللي زوينين رطبين شويه، وهكا هادو رطبين، هادي رطبه، هادي زوينه. كاينه هادي، هادي خديتها ديجا كاينه عندي. هادي ملي كتهزي بها شي حاجه حقا لي بات، تخلطي بها شي حاجه، هزي بها شي حاجه بسخونه من المقله، ولكن راه ديال البلاستيك احسن من الاحسن. هادي هادي ديال الحديد، هادي ديال الحديد مزيانه. كاين هادشي ديال المعينات، هادو هادو الصراحة كينفعو، هادو ديري فيهم القطاني زوينين، ولكن ما عولتش عليهم دابا تا نجي نديهم ان شاء الله. بحال هكا يا البنات، شوفو هاد ستاية صغيرة زوينة. المهم عطا الله المعينات ديال البلاستيك. هذا الطبع ديال الحلوى حتى هو ب3 دراهم، يمكن زوين. طبيصلات، هاد الجهه يا البنات ب5 دراهم، هاد الجهه كلها ب5 دراهم حتى هي. وهادو الوريضات هادو زوينين الصراحه، هادو ب5 دراهم، جاي بالشكيلات زوينين في الحقيقة. نوريكم شي شكير، المهم كاينين الشكيلات زوينين. شحال هنايا؟ هنا 5 دراهم يمكن. كاين هدايا يا البنات زوين الصراحة، هدا المهم هادو كباري ولا صغار؟ صح، أنا قلت 5 دراهم كيجي ليهم، الكبار يمكن يقدر يكونو غاليين. سولتني واحد السيدة ويا البنات هاد المرايات تاهي زوينة، 5 دراهم. شي العطرية، شي القطن دلو ودنين، هداك ديال خاصني كان واحد هذاك ديال الكوزينه. المهم يا البنات هادو زوينين، هاد هاد الملصقات هادو كتلصقيهم عندي بحال هادي في الغوز، لصقتها في الثلاجه كتجي زوينه، تجي من فوخه 3 دي، هادي ب3 دراهم يا البنات. المهم انا جيت على حساب الند، هو اللي جابني الصراحه، غناخذ شي ند. وهذا مكان، هذا يا البنات زوين ديال فيه العود والعنبر والمسك، ويمكن الانواع كثار هنايا. ناخذ هذا نجربو، خليكم معايا ما تمشيو فين. هذا الشيء ديال الدراري الصغار حتى هو ب3 دراهم زوين، الرسومات هكا كيلونوهم بالملونات. صافي الثاني عند مول درهم، زاد بعدا هاد المشيطات هادو. جيت غير على قبل دوك السيرفيتات يا البنات، ناخذ فيهم شي حاجه هادو. المهم راه ديجا وريتكم شنو عنده. وهذا مكان، هانتوما يا البنات السيكان داير ليهم هذا 30 درهم. شوفوا السيكان كي دايرين، هذا الخضر زوين وين الصراحه، والحمر هادو اللي شويه هاد الزرقين ما زوينش بزاف. هذا غزال، هذا الغوز هذا عجبني، كنت يدي بين ناخذو، ما عرفت الا باقي في الرزق لا باقي غناخذو. هذا زوين زوين هذا الغوز،
هذا الخضر حتى هو عجبني. هذا الاحمر الكرونه بعدا البوشيطات عندي بحال هذاك شتو اللي فيه القهوي هكا، هذا فوتوكوبي ديالو يا البنات عندي غنوريه لكم، كنت خديته هنا نيت في المعرض. هذا الوسط الاخر هذا، المهم هذا يا البنات كنت خديت لي واحد الصنديله دابا يا البنات راه العشاء ودن العشاء في خبركم، والله الا العشاء ودن وباقي المعرض. شوفوا هنا الصبيبطات وداك الشيء ديال البال، ولكن ما بانش لي زعما شي حاجه زوينه. شوفوا الا كانت شي حاجه صغار اصلا ديال الدراري الصغار شويه، او هذيك الجهه الصباب ديال الرجال هادو. هاد الجهه يا البنات الصباب ديال الرجال، شفتوا هنا كلشي صباب ديال الرجال، ما عرفتش شحال كيدير لهم. هادو ديال العيالات مش كاين سكر غوا ذهبيه 12 مية. لا شوفوا يا البنات واحد القلع كيزوين واعر، دو فاس شتو دو فاس اييه فولكي 12 مية البنات واعر والله الا واعر. قال لك 12 مية يخلي لك ب 800 زوين. اما تزربايات مش شوفوا يا البنات الزربيات هادو 3200 قال لك هادو 500 دوفاس، حتى هما دوفاس دابا ولاو القلوعه دوفاس 500 حتى هادو زوين يا البنات نيوت الوان ترابيه. اما جيت هي ظني ماني كيكا اللوينات هذاك فيه اللوينات يا البنات في المعرض ديالي زكان، المعرض ديالي زكان والله الا غزالين الصراحه. شوفوا يا البنات سبحان الله واحد البغل، شوفوا بوحدو كيدور في الزنقه. رانا دابا غادا للدار، هذا الدرب ديالنا. شوفوا يا البنات غبنات رجعت معكم من بعد ما درنا ديك الجوله الخفيفه الظريفه في المعرض. ما كنتش الصراحه عوالا نمشي، ولكن قلت مشيت نصور. داتني غير دوك المهم داني الناد ودوك السلفيتات ديال الدرهم حيت غزالين الصراحه. المهم كما شفتوا معايا داك المنظر ديال داك البغل سبحان الله العظيم، عمرني ما شفت شي واحد شي يعني شي بغل هكا كيدوز في الدروب وداك الشيء عادي وسميتو سبحان الله العظيم. داير الصراحه بحال شي فرز زعما شي، المهم ما كيشبهش الاحمر حاشاكم ولكن زعما ما عرفت المهم كيتمشى بين الدروب وداك الشيء. موالفه كنشوفو غير في الاسواق الشعبيه الصراحه هكا عند الخضره وداك الشيء مالي الكراس وداك الشيء، ما هكا بوحدو هكا كيتجول. المهم شديت ليكم واحد اللقطه سبحان الله العظيم. المهم نكمل ليكم يا البنات اشنو خديت عند دوك بانين 3 دراهم يا البنات. خديت هاد القريعه هادي زوينه الصراحه فيها ايترو يا البنات، هاد القريعه ديال ايترو. هاد القريعه يا البنات ديروا فيها الماء، ديروا فيها سميتو العصير، ديروا فيها الزيت لوسيور، الزيت البلديه، زيت العود، ديروا فيها اللبن، المهم ديال السوائل زوينه يا البنات ورخيصه، وديال الدجاج وبثلاثة ديال الدراهم. زدت يا البنات واحد السلفيطه غير وحده اللي زدت، قلت نبقى كل مره مشيت نزيد وحده هكا المهم حتى يكونوا عندي بزاف هكا كنحتاجهم هادو غير لهذا الكوزينه نزيف بهم، اما فوق البوطاجي ولا نزيف ولا تكون هكا ناشفه نزيف بها معنا اللي فيهم الماء ولا المهم بحال هكا. خديت يا البنات هذا اللي قلت لكم، هذا يا البنات ند ند ديال البنات وصدق زوين الصراحه هاد النوع. يلاه يلاه زعما اول مره نجربو، فاش دخلت شعلت منه واحد وزعما الريحه ديالو زوينه وفيه بزاف ديال البنات وفيه حتى لوقيد بلاتي كاع ما شفت لوقيد الصراحه، كان لوقيد في التحت شوفوا وهي البنات هكا كما كتشوفوا دابا هي فيها هاد اللون
فيها هذا فيها هذا فيها هذا، أربعة يا البناتها هما أربعة، يعني ياخذوا لك زعما مدة طويلة، يعني يبقاو عندك مدة طويلة، وبثلاثة دراهم يا البنات. وشوفوا الوقيت والله حتى الهلال شوفوا كي داير. هانتوما يا البنات، لا ماشي الوقيت هذا، ماشي لا ماشي الوقيت صحابنا واش الوقيت، حيت كاينين شي وحدين اللي فيهم الوقيت هذا يا البنات بخور. والله الا بخور شتو، ماشي ند هذا بخور، يعني هذا ريحته زوينه، هذا تلوحوها هكا فوق المجمر زوينه يا البنات، ريحته فيها هكا واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه ديال العواد هكا شتو. هذا لا قسمته باش نشوف، غزال يا البنات الصراحه هذا النوع فيه بزاف، حيت كاين واحد النوع اخر فيه واحد البوكيتا هكا صغيره فيها لوقيد، هذا لا هذا بخور، يعني كاين الناد أربعة ديال الباكيات ديال الناد وباكية صغيرة ديال البخور، وكامل هاد الشي البنات بثلاثة دراهم جام على هاد القضية ديرو جام، منساوش أنكم تجمجمو ليا البلوط ديالي، ديرو جام، ديرو عاونوني بالجام يا البنات، عاونوني نحط هذا هنايا، عاونوني بالجام يا البنات وبشي تعليق زوين باش نستمر نلوح ليكم فيديوهات. خديت يا البنات كيما كتشوفوا هاد هادي راه وريتها لكم عند مول 3 دراهم، شوفوها هادي تستخدميها بحال هكا صينيه ديال البنات، صينيه صغيره وخلاص، اولا تبصلي اللي عجبكم راه هادي ديال البلاستيك، مثلا تحطي فيها كويس وتحطي فيها هكا البريريت ديالك شتو، يعني كتهز هكا انا نفضل ندير فيها يا البنات صينيه، عجبتني يا البنات بثلاثة دراهم، شفتوها يا البنات شفتوها ثلاثة دراهم لا غلا على مسكين زوينه، وعند مول هذا عند مول درهم يا البنات خديت هاد الطوينكات هادو صغارين شفتو بولات هكا بولات صغار بدرهم، المهم هكا كيجي زوين في اللبسه، المهم في عندو اللوينات يا البنات هادو صغارين بزاف. خديت هاد المكينه المكينه على هاد الشكل هذا زوينه يا البنات، عندها الرجيلات عندها الودينات هكا يا البنات، بيتي تعلقيها تقدر تعلقيها هكا، بيتي تحطيها غير هكاك راه كتحطيها غير هكاك، منها ما قالو من هاد ديكور يا البنات هكا باينه شفتو يا البنات في البيستاش. هاد هي البنات خديتها ب قال لي 15 درهم وديتها عندو ب 13 درهم 260 ريال، ها هي البنات عجبني الشكل ديالها شفتوها. صافي هادشي اللي كاين احبابي وحباباتي، نتمنى ان الفلوق ديالي راق الاعجاب ديالكم، استمتعتوا معايا فيه وكنت خفيفه وظريفه على قلوبكم، ما تنساونيش من اللايك اللي جاي من التعاليق الزوينه ديالكم، بارطاجيو الماكسيموم، تابوناو عندي في لاشين، والى فلوق اخر او فيديو اخر ان شاء الله، دمتم في رعايه الله، السلام عليكم.